تعرفي على فوائد وضع زيت القطن على شعرك. يعزز مناعة فروة الرأس لأنه يحتوي على بروتين القطن وحمض الأوليك وحمض اللينوليك، وهي أحماض تعمل على حماية فروة الرأس من المهيجات والبكتيريا والعوامل الأخرى التي تلحق الأذى بفروة الرأس. يقوي الشعر. يعمل زيت القطن على معالجة مشاكل الشعر من الجذور بسبب خصائصه المغذية كفيتامين ه وحمض اللينوليك، فهو يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ويؤدي إلى زيادة إمداد الأكسجين والعناصر المغذية للشعر، مما يساهم في تنشيط نمو البصيلات ويعزز نمو الشعر ويجعله أكثر كثافة ولمعانا. يحارب الجذور الحرة. بفضل احتوائه على كميات كبيرة من توكوفيرول، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تحمي فروة الرأس من الإجهاد التأكسدي من خلال محاربة الجذور الحرة، يزيد من لمعان الشعر لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السيراميد الذي يقوي الشعر ويحميه من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى تلفه. لذلك تستخدم النساء اللواتي عالجن شعرهن كيميائيا زيت القطن لاستعادة لمعان الشعر. يلعب دورا كبيرا في حماية الشعر من التلف الناجم عن الحرارة لأن زيت القطن قادر على تحمل الحرارة العالية أثناء تصفيف الشعر، مما يحميه من التلف والانكسار، يرطب الشعر ويجعله أكثر رونقا وإشراقا وسهل التسريح. كيفية وضع زيت القطن على الشعر. حتى تحصلين على الاستفادة القصوى من زيت القطن يجب أن تقومي بوضعه على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف، ومن ثم تقومي بتدليك الشعر برؤوس الأصابع بلطف شديد. بعد ذلك اتركي زيت القطن على الشعر لعدة ساعات حتى يستفيد الشعر من فوائده العظيمة. أخيرا اغسل الشعر بالماء الفاتر، ويمكنك وضع الزيت على الشعر الجاف من منتصفه حتى نهاية أطرافه بنفس الطريقة، كما يمكنك تطبيقه على أطراف الشعر فقط من أجل منع تجعدها. متى يجب وضع زيت القطن على الشعر؟ يمكن وضع زيت القطن على الشعر في أي وقت من اليوم، وكلما شعرت المرأة بأن شعرها بحاجة إليه من أجل الحفاظ عليه صحياً، لامعاً، مشرقاً وغير مجعد. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.